خمس معلومات عن شقيقة محمد سامي قبل ظهورها في نسل الأغراب. من البرنس إلى نسل الأغراب، ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة. أهلا بكم في قناة نجوم ومشاهير، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. يلا بينا نبدأ الفيديو. خمس معلومات عن شقيقة محمد سامي قبل ظهورها في نسل الأغراب. شوق المخرج محمد سامي الجمهور بظهور شقيقته ريم سامي في حلقة اليوم من مسلسل نسل الأغراب، ونشر محمد سامي صورة تجمعه بريم سامي عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها قائلا: استنوا فاطمة النهاردة في الحلقة الثالثة من نسل الأغراب، الأمر ريم سامي. ليشارك متابعيه بعدد من التعليقات على الصورة قائلين: تتر المسلسل رائع ما شاء الله، والمسلسل فوق العظمة، برافو بجد. وتعليق آخر: كل يوم حلقة أجمد من اللي قبلها. ونستعرض خمس معلومات عن الفنانة ريم سامي. ريم سامي ممثلة مصرية من مواليد القاهرة، شقيقة المخرج المصري محمد سامي. تاريخ الميلاد 1990. الطول 167 سنتي. خضعت التجربة الأولى لها في التمثيل من خلال مسلسل للحب فرصة أخيرة، واشتهرت ريم سامي من خلال شخصية قمر في مسلسل ولد الغلابة عام 2019، بعد أن شاهدها شقيقها محمد سامي في مسلسل للحب فرصة أخيرة وأعجب بها وأعطاها فرصة العمل معه. شاركت العام الماضي من مسلسل البرنس مع شقيقها مرة أخرى، ولم تنزعج من اتهامات البعض بسبب عملها مع شقيقها المخرج محمد سامي، وقالت: عشان هو مخرج كبير وانا اردت ان اعمل معه واتعلم منه الكثير جدا. مسلسل نسل الاغراب هو التعاون الاول بين احمد السقا وامير كرارة، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم هروب اضطراري قبل عامين من الان، والمسلسل هو من تأليف واخراج محمد سامي وانتاج شركة سينيرجي، ويشارك في بطولة مي عمر ودياب ومحمد جمعة وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران. والمسلسل ينتمي إلى الدراما السعودية، حيث يجسد أحمد السقا دور شخص يدعى غفران الغريب، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه عساف الغريب، وتقع بينهم العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة، ويتصارعون سويا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه وعلى حساب الآخر، فضلا عن أن كل منهما من أم مختلفة. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.